اسمي هيفا جسمي 26 سنه، نسكن في باريس، انجينيور تيليكوم. ما نعطيك صوتي كان ما انا نطوك انجينيور كنروح لبلادي. شو موفر لي لي انجينيور؟ خدمه محترمه، ان سالير بيان، كيما سالير مش كيما سالير في فرنسا، مي حاجه كي تضمن الدينيتي نتاع المواطن، انه الاحترام، انه مش العارف يتشايف عليك وانت شكونك وشايف روحك، ولا انه يجي يفك لي بلاصتي خاطر يعرف فلان ولد فلان، والا يجي يعيط عليك على خاطر ولد درشنيه، والا السياسات المستعمله في الاداره التونسيه ولا في شركات، والا انا نحب نروح نعمل نحل مشروع، يبداو يا نشاركك يا ما خليكش تعمل حتى شيء، حط لها صف العجله، هاي القوانين، هاي الاوراق، ارجع غدوه، ما عجبنيش نقدم رشوه، ما نعطيش فلوس، دونك ما تنجمو عندك باش توصل برا، فك عليك اش مروح بيك، برا ارجع انت غادي، انا بلادي وحقي نروح لها وحقي نخدم فيها وكرامتي مضمونه وحقوقي الاقتصاديه والاجتماعيه والكل متوفره.